نعم. حكم أخذ المصاحف الزائدة من مسجد إلى مسجد آخر بحاجة إليها لا بأس به بإذن المسؤولين. انظر إلى الإدارة التي عندك في البلد، بلغها عن هذا واستأذنها في نقلها إلى المسجد الآخر المحتاج. أما بدون إذن بل باجتهاد من الإمام، إمام المسجد الزائد وإمام المسجد الناقص، فهذا لا يجوز.